فاطمة والتخصال اسم إعلامي بامتياز دعب ميكروفون الإذاعة منذ سنوات طويلة، أطرب خلالها مسامع المواطن العربي عموما بلغة الضاد عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى، فصنعت جيلا من الإعلاميين والمنشطين وبثت فيهم روح العمل من أجل الإنسان. هم اليوم يردون جميلها بتكريمها في عيد ميلادها وتقاعدها. كل هذا التكريم يعود إلى المستمع بالنسبة لفاطمة والتخصال، لأن المستمع هو من صنع هذا الاسم، المستمع هو من أحب هذا الاسم، وأنا أشكره كثيرا. المرأة الجزائرية في شخص فاطمة والتخصال نحيا بها وتحيا في هذا الوطن، وعظمتها وقوتها تكمن في تواضعها وفي بساطتها. حقيقة شرفت الجزائر وشرفت الإذاعة على مستوى العالم العربي بشرة عامة. حفل التكريم حضرته وجوه سياسية وإعلامية وأخرى فنية، إلى جانب أفراد من عائلة سليلة شلالة العذورة. فاطمة كما كانت ذات يوم هي فاطمة نفسها هذا اليوم، ودائما تقولنا ما تنساوش الدنيا مازالها طويلة، وخموا على هذاك اللي راه يسمع فيك، إن شاء الله تبقى تعمل بالمقابل حتى تفيد الإذاعة وتزيد للإذاعة أكثر فأكثر، وشكرا. فاطمة والتخصال في الوسط العائلي كنز وعطاء. نتمنى لها كل الصحة والهناء، ويا رب إن شاء الله يطول في عمرها. أغلب ما قيل في 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 هذا التكريم هي أكبر منه بكثير، لكن تبقى أحاسيس صادقة من طرف كل المتدخلين في هذه الجلسة. تحدثت فاطمة والتخصال طيلة مسيرتها المهنية عن الثقافة بكل أشكالها، وبألوان الوطن تبوأت مقعدها في أفئدة كل من عايشها وعمل معها، فجعلت من الزمالة صداقة، ومن هذه الأخيرة صنعت أخوة وطدت أواصرها إنسانية المرأة، فكانت النتيجة أسرة إعلامية بامتياز. أم الخصال وبنتها فالطوم، السحر فوق جبينها مرسوم.